الملك محمد السادس يرسل رسالة لتبون في أعز الأزمة. بعث الملك محمد السادس في برقية تهنئة إلى عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده. وأعرب الملك في هذه البرقية للرئيس عبد المجيد عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري بالتقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وإن الشعب المغربي لا يشاطر شقيقه الجزائري مشاعر الاحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، مستحذرا بكل اعتزاز سطحات التلاحم والتضامن الأخوي الصادق التي تختزنها ذكرى كفاحهما البطولي المشترك من أجل الحرية والاستقلال.